لا شك بأن للغة دور كبير في الاندماج، في التقارب، في أن يعرف الأتراك السوريين بشكل جيد ويعرفونه. ولا يمكن أن يتم هذا التقارب بدون وجود لغة. من عرف لغة قوم أمن مكره وتقرب منهم واندمج معهم. حقيقة اللغة التركية جدا هامة، وخاصة للذين قضوا سنوات هنا ولم يتعلموا اللغة، من الطبيعي أن يكون هناك حاجز كبير بين السوريين الذين يقيمون هنا والأتراك، ألا وهو اللغة التي بالفعل تجعل الحواجز الصغيرة كبيرة. لذلك برأيي موضوع اللغة غاية الأهمية. طيب. وعلى كل السوريين أن يتعلم. هناك من يقول بأنكم تلومون الأتراك على المعاملة. من أتى لتركيا؟ السوريون هم من أتوا إلى تركيا سيد العرفة، بالتالي من أتى إلى هذه البلاد عليه أن يتعلم يعني قوانين هذه البلاد وأيضا لغة هذه البلاد، وليس العكس بالنسبة لاندماج الأتراك مع السوريين. الأولى أن يندمج السوريين مع الأتراك في هذه البلاد. طبعا، وهذا الأمر الطبيعي. وأستغرب من يلوم الأتراك. لماذا تلوم الأتراك يا أخي؟ الأمر منوط بك أنت. أنت يجب أن تتعلم لغة البلد التي جئت إليها، وليس الأتراك أن يتعلموا اللغة العربية. ليسوا مجبرين على ذلك. هم يتعلموا آيات القرآن، المسلمون منهم يتعلمون آيات القرآن وما يحتاجون، لكن ليسوا مجبرين أن يتعلموا اللغة العربية لكي يندمجوا معك. أنت من جئت إلى هذه البلاد يجب عليك أن تتعلم لغتها. أنا أتحدث عن تجربة شخصية. لدي ابنة في المدرسة في الإمام الخطيب. المدرسة لا تصدق بأنها سورية من شدة اندماجها بالنسبة للغة، ولأن صديقاتها من الأتراك أكثر من السوريين. لذلك يجب علينا نحن أن نندمج مع المجتمع التركي، ونحن يجب علينا أن نتعلم لغته. هل المجتمع التركي الذي فتح له أبواب، فتح لنا أبوابنا واستقبلنا، نلومه لأنه لم يتعلم لغتنا؟ أبدا. هذا الأمر واجب علينا نحن كسوريين لكي نتقرب منهم بشكل أكبر. طيب. بحسب قراءتك للسوري المشهد، يعني مسألة العنصرية في يعني تجاه السوريين في تركيا، مسألة التواجد السوريين في تركيا بشكل عام، سيد العرفي، ماذا ينتظر السوريين في تركيا؟ حقيقة بالنسبة لتركيا، لنكون منصفين، أنا أتحدث كسوري وكلاجئ جئت إلى هذه البلاد. تركيا تعتبر أفضل دولة استقبلت السوريين. نعم، أفضل دولة، أفضل حتى من، للأسف أقولها، من الكثير من الدول العربية التي بعضها أغلق الأبواب وبعضها تشرب الأمان في تركيا؟ نعم، أشعر بالأمان، لكن نتمنى أن يكون هناك نشعر بالاستقرار بشكل أكبر. أشعر بالأمان. أنا بتركيا منذ 6 سنوات لم أتعرض لأي موقف، لا مع الشعب التركي ولا مع الحكومة التركية. لم أدخل مخفرا ولا يوجد علي تأخير بفاتورة. لذلك البعض الذي يثير المتاعب ويثير الشغب يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته. نعم، أشعر بالأمان وأنا ممتن لتركيا. وأيضا معلومة أخرى، أنا بقي خروجي على فرنسا على تقديم آخر ورقة وإعادة توطين، ولم أخرج من تركيا لأني هنا في تركيا أشعر بالأمان، لأني هنا في تركيا أسمع الأذان. نعم. وأمارس طقوسي الإسلامية. أشكرك. في بلد مسلم. شكرا لكم الصحفي السوري سيد أنس نورس العرفي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونواصل معكم في هذه الحلقة.